الفطير الفلاحي او الفطير المشلتت. لو عايزه تعملي فطير مورق معاكي وزي الفطير الفلاحي اللي مشتريه بالظبط، تابعي معايا الحلقه وانت هتعملي احلى فطير مشلتت. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ هنشوف مورق معانا ازاي. شايفين؟ شايفين مورق ازاي؟ جميل جدا والطعم ولا اروع. تابع معانا الفيديو وانت هتعملي احلى فطير باذن الله. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل الفطير المشلتت، الفطير الفلاحي. ازاي نعمله؟ مورق بطبقات بطريقه سهله جدا. هنحتاج شويه دقيق، اي كميه انت عايزاها. هنحط رشه ملح بسيطه جدا. بعد كده هنصب عليه ميه. معلقة زي كده. احنا طبعا هنخليه سائل شوية لحد لما يكون معانا سائل كده ناعم جدا. وبعد كده هنحط عليه الدقيق في الاخر. يعني ايه؟ بص معايا كده انا هعمل ازاي. عشان يكون معانا مظبوط فطير مظبوط، ولما نيجي نفرده ما يتقطعش معانا. اعملوه بنفس الطريقه دي. هنعجنه لحد لما يصيرش معانا كتل، هيصير العجينة ناعمة جدا. نبدأ بإيدينا كده. لحد ما يعمل معانا عرق. هنضل نعجن فيه لحد ما يعمل معانا عرق كده. بصوا كده مفيش عرق فيه. هنعجن فيه لحد لما يعمل معانا عرق العجين، علشان اما نيجي نبطه طبعا العرق يعني ايه، اما تعمليه كده ما يصيرش بتقطع معاكي بتمط معاكي كده، ما تقطعش معاكي زي كده. فاحنا هنعجن فيه لحد لما ايه تصير اتملكت معانا، مفيش ما يصيرش فيها كتل. اهم حاجة تعمليها ناعمة، تحاولي على قد ما تقدري انها تبقى ناعمة. هنحط دقيق شوية شوية لحد لما نوصل للعجينة اللي احنا عايزينها. انا طبعا نقلت العجين في حاجة اكبر علشان اقدر اتحكم فيها. دقيقة تانية. وكده بعد ما عجناها خدت معانا حوالي 8 دقايق في العجن. اهم حاجة تصير بتمط معاكي زي كده. هنقطعها قطع صغيرة، حاول نعملها كور متساوية. هنقطعها
كده. هنكمل تقطيع ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد ما قطعناها. انا طبعا قطعتها 8 قطع، انت هتقطعيها قطع صغيرة على حسب الكمية اللي انت عايزاها. دي هتعمل معانا صينية واحدة، وعلى مساحة الصينية برضو يعني على حسب الكبر بتاع الصينية او الصاج بتاعك، لان في صواني ممكن تحتاج 25 قطعة، في صواني 10، في صواني 30، على حسب الصاج الموجود عندك. انا عملت 8 على الصينية الموجودة عندي، اللي هعديها في الفرن وبعد كده نرجع لكم. هنسيبها ترتاح نص ساعة ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد لما ارتاحت. معانا زبدة، انت ممكن تعملي بزبدة على سمنة، ممكن سمنة على زيت، سمنة المتوفر عندك اعملي بيه. انا معايا زبدة، هناخد بالقطعة كده ونخلطها زي كده. ونحطها على الصينية دي بعد ما ندهنها برضو زبدة من تحت. كتري زبدة اعملي. هنحط اول رقة زي كده. بعد كده هناخد القطعة التانية ونبصها زي الاولى. ونفردها على القطعة دي برضو. نحط شوية زبدة كده فوقها. التالتة، وهكذا لما نخلص الكمية كلها. هنعمل واحدة واحدة. بص هتجربي الطريقة دي، او ممكن في طريقة تانية ان احنا بنعمل القطع جوا بعض. يعني مثلا دي هتنيها واحطها جوه قطعة لما افردها، لكن الطريقة دي جميلة جدا، جربيها وهتعجبك. والطريقة التانية انا هعملها لكم فيديو تاني، بس جربي الطريقة دي ان شاء الله هتعملي احسن فطير مورق، فطير فلاحي، وهيغنيك عن انك تشتري الفطاير من المحلات والافران. انتوا شايفين كده نشد كده. وطبعا احنا حسب الصاج اللي عندك تعمل طبقات. في صاج ممكن ياخد معاكي 30 طبقة، بس انا طبعا الصينية اللي معايا صغيرة، حطيت فيها 8 بس. الصينية اللي معايا دي صواني من صواني البيتزا، مقاس اكبر مقاس فيها. نفردها زي كده. وكده خلصنا الطبقات اللي معانا. هنسيبها كده دقيقتين تلاتة ترتاح، وبعد كده نفردها في الصينية. ايوه، بعد ما ارتاحت 3 دقايق هنبطها كده. هنحاول نفردها في الصينية كويس.
وده شكلها بعد لما فردناها في الصينية، دهنا الوش زبدة وهندخلها على فرن سخن على حسب ما معاك تستوي. انا مثلا هتاخد معايا 12 دقيقة في الفرن بتاعي. هنقلبها كده على طول لحد لما تتحمر معانا من فوق وتحت ونطلعها. وده الشكل النهائي للفطير بعد ما خرج من الفرن. شايفين الحلاوة؟ شايفين الجمال؟ متحمر من فوق ومن تحت، شايفين؟ ممكن تقدميه بقى مع عسل ابيض، مع عسل اسود، جبنه قديمه، جبنه مالحه، وهتاكلي احلى فطير مشلتت او فلاحي. هنشوفه ازاي مورق. شايفين مورق ازاي؟ شايفين مورق ازاي؟ Thank you.